هي المتحف الولائية للمجاهد بولاية مسغانم الذكرى 58 لأول عرض لفيلم معركة الجزائر بقاعة السينما الشيخ حمادي، حيث تزامنت هذه المناسبة مع الذكرى الأولى لوفاة المجاهد وأحد أبطال هذا الفيلم ياسف سعدي، ليتم عرض مداخلة فيري سعيدي ابنة المجاهد ياسف سعيدي، وكذلك مداخلة أعضاء فرقة الجزائر الأمريكية عبر تقنية الفيديو بعد نهاية عرض الفيلم التغطية لمخلوف شريف. بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة المجاهد ياسف سعدي، وكذلك ذكرى 56 لتجسيد معركة الجزائر، رأينا أن نجعل هذه التظاهرة من أجل إحياء ذاكرة المجاهد ياسف سعدي والذي يعتبر مجاهد كبير، وكذلك عرض فيلم معركة الجزائر باعتبار أن هذا الفيلم له أثر كبير في العالم، وأبرز مثال هو فرقة الجزائر الأمريكية والتي كانت حاضرة معنا. كسبنا العديد من المعلومات حول التاريخ، خاصة في عند مشاهدتنا لفيلم معركة الجزائر. نتمنى أن تكون تظاهرات قادمة لترسيخ تاريخ الجزائر في الأجيال القادمة.